رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادة في القيادي في الحرية والتغيير. أهلا ومرحبا بك سيد مصباح معنا في هذه التغطية المستمرة على شاشة الحدث. ما هو الموقف من المبادرة الأمريكية السعودية لتمديد الهدنة، وإلى أي مدى القوى المدنية السياسية في السودان هي فاعلة وقادرة على الضغط على طرفي الصراع للالتزام بهذه الهدنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة الحدث. اليوم تدخل الهدنة الخامسة أول أيامها، وبالطبع هذه المبادرة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مدعومة من كل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وهي تعمل بتنسيق تام مع القوى الدولية التي اقترحت هذه المبادرة ورحبت بها. وكذلك أيضا لأول مرة يكون في ترحيب مباشر من الجانبين لهذه الهدنة، ولذلك نحن يعني نشهد على أيدي كل الأطراف بأن تلتزم بهذه الهدنة، بالرغم من أنه المؤشرات حتى هذه اللحظة ليست جيدة في إطار الالتزام بهذه الهدنة. يعني منذ الصباح الباكر نسمع أصوات الرصاص وأزيز الدانات الثقيلة، وكذلك تحليق الطائرات في أجواء مختلفة من ولاية الخرطوم، وهذا يعد يعني مؤشر غير جيد بالالتزام بالهدنة. ولكن نأمل أن تلتزم الأطراف المعنية بهذه الهدنة باعتبار أنها يعني معول عليها في أن تطور لوقف شامل لإطلاق النار. أيضا القوى المدنية تعمل يعني بالتواصل مع كل الأطراف وبتنسيق مع الأطراف الدولية والرباعية الدولية والآلية الثلاثية من أجل تثبيت هذه الهدنة والعمل على تطويرها لوقف شامل لإطلاق النار خلال الساعات. هل لديكم تفاؤل في قوى الحرية والتغيير حزب الأمة بشكل خاص من نجاح هذه المبادرة لوقف هذه الهدنة، خاصة وأننا نرصد منذ ساعات الصباح الأولى خروقات كثيرة بالإضافة لتعقيدات كثيرة في المشهد؟ إلى أي مدى ممكن أن تنجح هذه الهدنة وحقيقة تتحول إلى طاولة مفاوضات بين الطرفين؟ نعم، الحقيقة للأسف الشديد الطرفان بالرغم من إعلانهم أنهم ملتزمين بهذه الهدنة إلا أنهم في الغالب لا يلتزمون، يعني أو أن التوجيهات الميدانية لم تكن صارمة، لأنه نشهد باستمرار خروقات خلال الهدنة السابقة وحتى هدنة اليوم. منذ الساعات الأولى كان هنالك اختراقات في هذه الهدنة، وهذا أمر مؤسف. ولكن بالرغم من ذلك فإننا نضغط ونعتقد أن المبادرة الأمريكية السعودية هي مبادرة جيدة ومتماسكة، ولديها خطوات عملية باتجاه وقف هذه الحرب وإعادة منصة الحوار ما بين الجانبين لحل القضايا. نحن ندعم هذه المبادرة، وكذلك نرحب بالمبادرات الأخرى المطروحة سواء كان من الإيجاد أو من أي أطراف أخرى، ونجتهد مع الأطراف الدولية. هل هناك ترابط وتنسيق سيد مصباح بين هذه المبادرات؟ يعني اليوم عندما نتحدث عن مبادرة سعودية أمريكية لتمديد الهدنة، في وقت سابق كنا نتحدث عن مبادرة الإيجاد واستمرار ضبابية الردود عليها من قبل طرفي النزاع في السودان. هل هناك تنسيق أم أن كل طرف يعمل على حدة في هذه المرحلة؟ المبادرة الأمريكية السعودية هي مبادرة سابقة لمبادرة الإيجاد، طبعا هي من مع القوى المدنية هي التي طرحت الهدنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وحتى الهدنة الخامسة اليوم، وبالتالي هي مبادرة مستمرة، هي سابقة لمبادرة الإيجاد. مبادرة الإيجاد للأسف حتى الآن ليست فيها ملامح واضحة ومفصلة، وبالتالي هي مبادرة جاءت بخطوط عريضة. حتى الآن ردود الأفعال حولها متباينة ما بين الطرفين. بالنسبة لنا في القوى المدنية لم تملك هذه المبادرة للأطراف المدنية حتى تساهم في دفعها للأمام. لماذا؟ ولكن في تقديري أنه لماذا الإيجاد لم تشرك الأطراف ما بين المبادرتين؟ سيد مصباح، لماذا الإيجاد لم تشرك الأطراف السياسية المدنية في هذه المبادرة حتى يصار إلى يعني وسيط على الأقل بين الأطراف؟ أعتقد أن أي مبادرة من أي طرف دولي إذا لم تشرك فيها القوى المدنية والأطراف الداخلية، لأنه هي التي تضمن دفع هذه المبادرة ودعمها على الأرض،
إذا لم تشرك مؤكد أنها ستكون غير متماسكة. مبادرة الإيجاد لم يشرك فيها القوى المدنية ولم تطرح بصورة مفصلة على كل الأطراف، وبالتالي هي جاءت فقط اقترحت لقاء طرفين في جوبا لمناقشة المبادرة، لا توجد تفاصيل عنها. كل المعلوم أنها يعني طلبت تمديد الهدنة ل 72 ساعة في هذه في هذا الوقت، يمكن أن يلتقي الطرفان لدراسة المبادرة، ولكن ليس هنالك أي تفاصيل حول كيفية إدارة الحوار في هذه المبادرة، وكذلك حتى الأجندة التي يمكن أن تطرح لمعالجة هذه الأزمة. ولكن المبادرة الأمريكية فيها تفصيل حول المراحل وقف إطلاق النار ثم الجلوس للتفاوض حول القضايا المحددة، وتناولت أيضا مسألة استعادة مسار الحكم المدني والتحول المدني الديمقراطي. وهذا الأمر بالنسبة للقوى المدنية، هم شركاء القوى المدنية شركاء في هذا، وبالتالي هنالك تنسيق تام ما بين المبادرة الأمريكية السعودية والقوى المدنية، ولكن لا يوجد تنسيق ما بين المبادرة الإيجاد والقوى المدنية على الأرض. طيب ما مصير هذه المبادرة الأمريكية؟ يعني هل ممكن حقيقة أن تأخذ بعدا أوسع من ما تحرزه الإيجاد حتى اللحظة؟ في تقديرنا أن الطرفين الآن هما يتعاطيان إيجابيا مع هذه المبادرة الأمريكية السعودية، ويتواصلان مع الجانبين بصورة إيجابية، ويلبيان الدعوات التي ترد منهما خاصة فيما يلي التمديد الهدن، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي وبادر لحسن النوايا. يمكن أن تطور إلى وقف إطلاق النار، هنالك عمل مستمر وهنالك تواصل وتشاور مستمر. نحن بالنسبة لنا ندعم هذه الجهود، هدفنا الأساسي يجب أن توقف هذه الحرب أولا، ثم ننتقل إلى مرحلة لقاء الطرفين للنقاش حول القضايا العالقة وحسم هذه الحرب اللعينة. هذا ما ندفع به في الاتجاه الصحيح. ونعتقد أن كل مبادرة ستكون لها إخفاقات وتكون لها إيجابيات، ولكن حتى الآن المبادرة التي تمضي على بصورة إيجابية هي المبادرة الأمريكية السعودية بصورة عملية. المبادرة الإيجابية لم تجد حتى الآن خطوات عملية على الأرض من الجانبين، يعني إذا كان الدعم السريع أو القوات المسلحة، وهي تحتاج أيضا إلى تفصيل أكثر، وتحتاج إلى تشاور مع كل الأطراف السودانية ودعم حتى تجد الدعم الكافي للمضي للأمام طبعا. ولكن هنالك اتصالات من بعض رؤساء الدول، رئيس جنوب السودان وكينيا ويوغندا، كلهم يجرون اتصالات في إطار هذه المبادرة، ولكن ليس هنالك تفاصيل حول يعني ماهية هذه المبادرة وأهدافها، وكذلك أيضا عناوينها الرئيسية التي يمكن أن تكون أرضية للحوار. طيب فيما يتعلق بمؤسسة الجيش السوداني، هل الصوت واحد داخل هذه المؤسسة، وخاصة فيما يتعلق بأي ردود أو قرارات ودعوات للتفاوض مع قوات الدعم السريع؟ لأن هناك من يتحدث عن أن هناك أكثر من صوت، وهناك اختلاف في وجهات النظر لكيفية التعاطي مع دعوات التفاوض مع الدعم السريع. أعتقد أن القوات المسلحة يعني صحيح هنالك تباينات في البيانات التي تصدر من هذه المؤسسة، ولكن منذ الهدنة السابقة وحتى الآن أصبحت هنالك بيانات موحدة من القوات المسلحة إلى حد ما. ربما تكون القيادة قد حسمت هذا التباين، ولكن البيان النشاذ الذي صدر بالأمس من وزارة الخارجية الذي كان على عكس بيان الجيش، واعتقد ان هنالك وجهات نظر مختلفه ما بين وزاره الخارجيه وما بين الجيش فيما يلي المبادرات المطروحه. ولكن في تقديرنا حسب تواصل القوى المدنيه مع الاطراف الكل المعنيه، سواء كان الدعم السريع او الجيش او الجيش تحديدا، يعني هم لديهم رغبه في الجنوح الى التفاوض وحل هذا الاشكال بصوره يعني تفاوض. لكن قطعا مؤكد المؤسسه فيها اشخاص او فيها عناصر لا يريدون للأمور أن تمضي باتجاه وقف إطلاق النار، يريدون الحسم العسكري، يريدون أن تنتهي هذه المعركة بصورة فيها حسم للقوات الدعم السريع، ومن ثم يكون المؤسسة العسكرية اليد الطولة في كل شيء. هذا ما يريدونه كثير من بعض الذين يدفعون داخل هذه المؤسسة باتجاه الحرب. ولكن الصوت الأعقل داخل هذه المؤسسة والأكثر
يعني إيجابية هو الأكثر أعلى، هو الصوت الذي ينادي بضرورة الجلوس إلى التفاوض ونقاش هذه القضية بصورة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. هذا ما نعول عليه وهذا ما ندعمه ونعتقد أنه الصحيح يعني. طيب، وهل هذا أيضا ينطبق يعني في طريقة ما عملية التواصل مع قوات الدعم السريع أو مع قيادة الدعم السريع أيضا تكون مع جهة محددة، أم هناك أيضا إشكاليات في موضوع التواصل معهم؟ نعم، يعني حقيقة مسألة التواصل، القوى المدنية ذكرت أنه التواصل المباشر هنالك صعوبة في التواصل المباشر. طبعا التواصل حتى الآن يتم عن طريق الاتصال، ولذلك ما في تواصل مباشر لبحث كل تفاصيل متعلقة بتثبيت الهدن وكذلك وقف إطلاق النار وكذا، ليس هنالك أي لقاءات مباشرة، هنالك فقط اتصالات يعني ليست بالمستوى الذي يمكن أن يساهم في تكسير الهوة بين الأطراف. ولكن في تقديرنا أن الجانبين الآن لديهم رغبة في الوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن كل منهما يحاول قدر الإمكان أن يستفيد من الوقت لتحسين وضعه الميداني، لتحسين شروط التفاوض يعني وضعه على الأرض يكون جيد. كل منهما يحاول أن يحسم المعركة على الأرض بشكل ما حتى يكون هو صاحب الوضع الأفضل في التفاوض، وهذا أمر مؤسف للأسف يكون على حساب الشعب السوداني. يعني أيضا هنالك من ينادون برفض التفاوض جملة وتفصيلا والمضي قدما في المعركة حتى نهايتها، وهذا أمر كذلك لن يكون بعيد قريب المنال، لأنه المسألة دي حتطول والحرب دي حتطول وحيكون آثارها أكبر يوما بعد يوم. وكذلك أيضا الوضع الإنساني المتلدي وحالة الانفلات الأمني وحالة الانفلات الذي امتد إلى بعض الولايات سيكون لديه ضغط وسيؤثر برضو على الوضع وسيؤثر على الجانبين أيضا، لأنه لن يكون هنالك حسم قريب عسكري ولن تنتهي هذه المعركة بانتصار أي من الطرفين. نعم، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة وكل هذه الإيضاحات من الخرطوم. كنت معنا مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير. شكرا لك.